بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المانجا واحدة من الفواكه والأكل عموما اللي ناس كتير بتحبها، وهي شجرة من الأشجار القديمة اللي بتطلع عندنا في العالم العربي وفي آسيا بالذات من آلاف السنين. وشجرة المانجا من الأشجار اللي بتكبر وتوصل لأربعين متر، وكمان هي من الأشجار اللي بنسميها معمرة وممكن تطلع فاكهة لمدة 300 سنة وأكتر. تعال نشوف مع بعض كده إزاي المانجا ممكن تتزرع. زي أشجار كتير، المانجا ممكن تتزرع من البذر. زراعة المانجا من البذر حاجة سهلة جدا إذا كانت البذرة ممكن تطلع، إذا كانت البذرة مش مرشوشة بحيث إنها ما تطلعش تاني. البذرة بتاعت المانجا بيبقى فيها انحناء طبيعي، وعلشان أطلع البذرة من جوه الغلاف الخارجي اللي بره ده، أول حاجة أعملها إن أنا أجي في الحتة المنحنية، الحتة اللي فيها الانحناء الطبيعي ده، وأشيل القشر اللي موجود بره ده بحيث إن أنا أقدر أوصل للجزء من القشرة اللي يخليني أقدر أفتحها. ممكن أفتح القشرة بإن أنا أحط سكينة في الجزء ده، لكن ده ممكن يكسر البذرة من جوه ودي حاجة مش كويسة. فبدل كده تقدر تحط صباعينك الإبهام وتفتح القشرة بإيدك بالضغط. القشرة السميكة اللي بره تتفتح، هتلاقي جوه قشرة رفيعة، وجوه القشرة الرفيعة دي البذرة. بهدوء وبالراحة حاول تطلع البذرة من غير ما تكسرها ومن غير ما تخدشها، لأن ده ممكن يبوظها. بعد كده القشرة الخارجية هقدر أخدها أستعملها ملش أو أستعملها في أي حاجة، أحللها للأرض وأخد البذرة نفسها، وهي دي الجزء اللي بيتزرع. وشكل بذرة المانجا زي ما أنا شايفه قدامي هو الشكل شبه الجنين شوية ده، وبتبقى مغلفة بقشرة رفيعة خارجية وبزرعها بقشرتها الرفيعة الصغيرة دي. يعني عندي القشرة الخارجية اللي هي الجزء التخين، جواه جزء رفيع، قشرة رفيعة خالص، وجواه قشرة تالتة، وبعدين البذرة جواه. طبعا اقدر ازرع البذرة في قصرية، دي ما فيهاش مشاكل، واسيبها لغاية ما تكبر بشكل معين. الحقيقة ان انا زرعت بذر مانجا كتير، وبذر كتير ما طلعش، وبذر من البذور اللي طلعت زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي طلعت 3 شجرات. البذرة الواحدة طلعت 3 شجرات. لما توصل للطول المعين زي ما انا شايف كده طلعت تقريبا من 3 لـ 4 ورقات، اقدر ان انا انقلها في قصرية اكبر أو أنقلها في الأرض. اللي أنا هوريهولك دلوقتي هو إزاي تعمل الاتنين، تنقلها في قصرية أكبر وتنقلها في أرض. الأحسن طبعا قبل ما أنقل المانجا هو إن أنا أعطشها شوية، يعني ما أسقيهاش لمدة 3-4 أيام على حسب حرارة الجو، بحيث إن الطين يبقى مش لزج، يبقى ناشف شوية، وأقدر إن أنا أنقلها بسهولة. الشجرة الدالتة اللي طلعت في البذرة وهي لسه صغيرة خالص، لكن عشان نفس البذرة مطلعة 3 شجرات فالشجرتين التانيين طلعوا، وده مخليني محتاجة منها. الجذور بتاعت المانجا ليها شكل مميز، في جذر طويل اسمه التاب روت، وده المسؤول عن ان هو ينزل تحت ويسحب الميه من الارض، وفي جذور رفيعه دي مسؤوله عن انها تسحب الغذاء من الارض، المينرالز المعادن والاغذيه التانيه كلها. اشيل الطين بالراحه من على الجذور من غير ما اقطعها، وفي الحاله دي اقدر افصلهم، وزي ما انا شايف هما شجرتين منفصلتين طالعين من نفس البذره، طالعين بالجذور بتاعتهم وطالعين بالورق بتاعهم. واحدة من الشجرتين دول هتتزرع في قصرية جوه البيت، قصرية كبيرة، وواحدة تانية هتتنقل في أرض زراعية.
في العصرية الكبيرة اللي أنا هزرع فيها الشجرة دي في البيت تبقى مليانة طين قدر المستطاع، والعصرية دي كمان فيها بوكاشي محلل، إنما ده مش لازم، ده مجرد سماد أو غذاء للمانجا. والطين في وسط العصرية فيه حفرة أو فيه خرم لتحت كبير، بحيث إن أنا أقدر أحط الروت، أحط المانجا، الجدر بتاعها ما يتنيش ولا يلف ولا أي حاجة. حط الجدر بتاع المانجا مفروض ونزله في مكانه في العصرية من غير ما تنيه. بعد كده اللي هعمله ان انا ابتدي اردم عليه بحيث ان ما يبقاش في اي هواء واصل للجدر، وادفن الجدر بالكامل في الطين. طبعي وانا بعمل ده حاجتين، زي ما قلت، اول حاجة ان انا ابقى مغطي الجدر بالكامل من غير ما اغطي على اي حتة من الستم، من غير ما اغطي على اي حتة من الساق، علشان الساق ممكن لو الطين جه عليها الزرعة تموت. حاجة تانية اراعيها هي ان الجدر ما يبقاش فيه هواء في الطين بتاعه، وده ممكن يتعمل بان انا اضغط على الطين شوية لكن مش جامد، لان لو ضغطت عليه جامد الجذور مش هتعرف تمشي فيه، هبقى بضغط الطين كتير والجذور مش هتعرف تتحرك فيها. كمان ممكن اعمله بان انا احط المية. البذرة نفسها زي ما انا شايف مطلعة الشجرة الثالثة، الشجرة الثالثة الصغيرة خالص اللي لسه ما طلعتش دي طلع من البذرة نفسها، فلسه ملهاش جدر. فاللي هعمله ان انا احط البذرة دي في الطين مع الزرعة الكبيرة اللي هتبقى في البيت واسيبها لغاية ما تطلع براحتها. الشجرة دي ان شاء الله لما تكبر على حجم القصرية المتوقع انها تروح تتحط في ارض رملة، فرغم ان انا زرعها هنا في الطين انما هحط عليها شوية رملة كمان من الارض اللي هتتزرع فيها، من نفس الارض اللي هتتزرع فيها مش اي رملة، وده علشان تتعود على البيئة بتاعة الرملة دي، وبعدين أكمل لها بالطين كمان لو احتجت. بكوم الطين والرملة في شكل دبة فوق المانجا بحيث إنها تغطي الجدر كله، والمية بعد كده لما ابتدي أسقي هتبتدي إنها تنزل الدبة دي واحدة واحدة. ممكن قبل ما اغطي الجدر بتاع المانجا كله ابتدي اسقي واحده واحده علشان الميه تبتدي تنزل في الطين والرمله اللي انا حاططهم. بعد كده اكمل تاني ان انا ازود الطين لغاية ما اغطي الجدر تمام. ان انا اسقي بالمية ده بيخلي الطين ينزل، وبالتالي اقدر اشوف انا بحط طين لغاية فين. الشكل تحت الطين بداية ما نوصلش للحتة الخضرة دي، ما نعديهاش اللي تحت الجدر فوق كده، ده نستنى خلاص منه، ما نغطيهوش لأن لما نغطيه ممكن تموت. اللي امبارح طلعناها وحطيتها في كيس وحطيت فيها الطين بتاعها، بدل ما نجيب العصرية كلها معانا الأرض دلوقتي هنطلعها إن شاء الله من الكيس، وهي من امبارح في الكيس، فهي كده بقى لها حوالي من 12 ل 14 ساعة يمكن وأكتر في الكيس ده، الحمد لله ما حصلهاش حاجة، الدنيا جميلة أهي. هنطلعها بقى نحطها في الصحن، الطين بتاعها هيمشي في الصحن، دول كويس يعني.
هحط المانجا زي ما عملنا وانت تبدا تحط.